اللي بعده. صحيح محمد رمضان بإيه؟ محمد رمضان يا ريت بس إيه يبطل يتكلم عن حياته الشخصية، يعني يبقى غامض شوية، يعني يبطل يحكي في البق شوية، ميبقاش نمبر وان يعني؟ وهو مش نمبر وان، لأ هو مش نمبر وان، هو عمل أغاني قال أنا نمبر وان. أغاني على فكرة أغاني بتاعته حلوة، يعني أغاني بتاعته شوية كده، وبيحاول يعمل فيها كاركتر الأمريكاني الزنوج، وبيحاول يعمل فيها يعني عامل شغل في وفي وقت الفراغ بتاعه بيسلي نفسه. قبل لما اقول لك بيقولوا ايه، عايزه اوريكي السكرين ده، نزلوه يا جماعه. محمد رمضان يحرج انتصار بعد هجومها علي. بيقولوا انه بعد تصريحك ده محمد رمضان رد عليكي وعلى الفيديو وحط على صفحته اغنيه مافيا وعمل لك تاج. هل ده حصل حقيقي ولا لا، او هل كان يقصد فعلا ده؟ وكتب لي كمان شكرا يا انتصار على اغنيتي، او كتب الله يعني اصلا رقصت انا واولادي. ده من باب السخريه ولا من باب الهجوم ولا من باب المحبه؟ من انهي باب فيه؟ لا هو من باب المحبه والمناغشه اكيد. مناغشه يعني، عارف لما ناغشه كنت ناغشيني يعني. ما زعلش منك؟ لا لا ما زعلش. طب ايه دليلك على انه ما زعلش منك؟ يعني قوه علاقتي بيه، قوة علاقتي بيه أكبر من إنه يزعل. شايفة كده فعلاً ولا عايزة تشوفي كده بس؟ لا هو أنا بمثل له حاجة مهمة وهو بيمثل لي يعني ذكرى مهمة، هو اللي فكرني بيها. إيه الذكرى؟ فمش يعني مش ممكن اللحظة دي أي حاجة تلوثها يعني. إيه الذكرى؟ كان هو لسه مش معروف وصغير شوية عن كده، وأنا طبعاً كنت أصغر، كنا في مسرح البالون، وكان بيمشي مع واحد صاحبه شبهه قوي، وكانوا ماشيين بشنطه هاند باج على كتفهم كانهم خارجين من المدرسه، او شباب بقى كده، ولابس قميص وبنطلون، وصاحبه لابس قميص وبنطلون زيه برده كروات، شبه بعض قوي. حتى صاحبه ده هو قال لي بعد كده اسمه ايه يعني. ودخلوا مسرح البالون، وكان ابراهيم نصر الله يرحمه ومحسن حلمي المخرج الله يرحمه، ومعانا حتى جوه الخشبه. فانا لقيت اتنين صغيرين كده جايين وفنعين كده، فقلت له انت عايز ايه يا حبيبي؟ والتانيين بقى بيتكلموا في الشغل لمحمد رمضان. بنعمل مسرحيه لابراهيم نصر. عايز ايه يا حبيبي؟ ايوه انا الوحيده اللي انتبهت له، هو صغنون كده صغير يعني باين عليه زي. فقلت له انت عايز ايه؟ قال لي احنا بنلف في المسارح وبندور على شغل وفرص وكده. على فكره هو اللي فكرني، انا ما فكرني اتخضيت، انا عملت كده فعلا، انا اديك انا كده انا كويسه بجد. فقلت له طب انت عايز تعمل ايه؟ احنا بنعمل بروفات وبعدين ممكن يزعقوا. قام قال لي احنا بنلف على المسارح وكده، فبس عايزين نوري له، احنا عارفين عارف ان ده محسن حلمي الله يرحمه. قال لي عايزين نوري له بس ان احنا بنعرف نمثل. قلت له طيب، طبعا انا خايفه برضو يعني، مخرج ممكن يقول لي لا مش عايز حد يعطلني، احنا قاعدين فوق خشبه مصنع بنقرا، يخلي ايه طلع. قلت له معلش في اتنين شباب صغننين عايزين يعمل مشهد يوريك. فهو لقاني متحمسه، قال لي طيب ماشي هاتي. وبصيت في عين ابراهيم نصر برضو، عشان ابراهيم قوي جدا يعني، وممكن يقول ايه في ايه، وبعدين جسمه مصارع كده وصوته ضخم وبيخوف اساسا يعني، منظره وقاعد يخوفك. قلت له الولاد هيجوا يعملوا؟ قال لي يا مام يلا يلا، ما جاتش على الخمس دقايق دول يلا. قلت له تعالى. فوقف قدام المسرح، قدام المخرج قاعد ورا كده على خشبه، وقف خد بوز ان هو واقف قدام الجمهور يعني، ولعوا الشنط وقال لي انا هقلد مش فاكره كم احمد زكي ولا محمد سعد. جابوا بالظبط، وزميله قلد التاني يعني، واحد عمل يا محمد سعد يا احمد زكي، وزميله عمل الشخصيه التانيه. وهو عمله حلو قوي، انا فاكره تقريبا احمد زكي عمله حلو قوي، نزل على الارض ووشه كله. وبعد كده التاني عمل كده، فخلاص بقى كان وقت كتير يعني. فقلت لهم والله انا عملت بقى تسقيفه بقى. فالاستاذ محسن سقف كده، والتاني قال برافو يا اولاد تمام، ربنا يوفقكم ان شاء الله، انتوا في سنه ايه مجامله يعني، بس هو عنده هم اكبر المسرحيه. فقلت لهم طب بقى يلا، قالوا لي عجبني، قلت لهم هايلين، بس لازم تمشوا دلوقتي عشان